سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. متألقة دائما على المسرح في فن الاستعراض، في الغناء، على شاشة السينما وعلى شاشة التلفزيون وفي الإذاعة وفي فن المونولوج وأيضا في الرقص الشرقي والغربي. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنانة لبلبة. اهلا يا مدام لبلبة. اهلا بيك. ايه يعني انا شايف انه مواهب صوتيه وتمثيليه وايضا وجه سينمائي وصوت ميكروفوني، ايه الحكايه ورأس؟ هو الحمد لله ان ربنا توفى ويعني ما كسفنيش. يمكن المواهب دي كلها يمكن عشان ابتديت وانا طفله صغيره، لكن حاجات كتير ما كنتش عارفاها اتمرنت عليها. يعني الرقص انا برقصه مش كواحدة كده بس بتعرف تتحرك او تلف لفتتين او تشوح في ايديها بقت بترقص. يعني انا الرقص ده اتعلمته وانا عندي 7 سنين وانا طفلة لحد ما بقيت عندي 15 سنة، وما زلت لحد دلوقتي بتمرن باليه دايما. انا عارفة اصول الرقص. يعني بترقصي باحساس مش مجرد تحريك؟ لا، وبتعليم كمان، متعلمه درسات وبثقافه. يعني يعني درست الرقص وانا طفله. بالرغم من اني كانت من فتره بقدم الغنى الخفيف وما كنتش متجهه يمكن للحاجات الاستعراضيه او للسينما، لكن كنت دارسه وعارفه ودايما احب اتعلم اي حاجه انا مش عارفه. مدام لبلبة، نبتدي من الالف بقى، نبتدي من السن اللي كنا بنشوفك فيه وانت صغيره قد كده وما انتش باينه على المسرح ومحتاجه الى ان حد يشيلك عشان ينزلك من على المسرح ويحطك على المسرح، ومع ذلك بهرت الناس. يعني الاسم ايه يا مدام لبلبة؟ اسمي نونيا. نونيا، وهم سموني لبلبة. انا بقول هم اللي سماني لبلبة، الاستاذ ابو السعود اللي بيال. وانا كنت مشتركه في مسابقه هواه فيها 40 هاوي، رجالة كبار وستات كبار، وما فيش طفلة ابدا كانوا في المشتركين في المسابقة، اطفال يعني. فطلعت انا وغنيت ورقصت وانا كان عندي 5 6 سنين. فطبعا كان موجود هناك الاستاذ ابو السعود الدياري اللي هو مؤلف المسرحيات الشهيرة وشركة نحسن، كانوا بيدوروا على طفلة فشافوني على طول قالوا لي تعالي علشان نعمل لك اختبار ويشوفك المخرج. خديتني طبعا امي ورحنا الشركه. امي كانت يعني هي اللي معايا دايما في كل حاجه. ولا ذلك. طبعا انا طفله وما اعرفش ايه الصح وايه الغلط، وهي معايا بتوجهني وهي غاويه فني جدا، يعني كانت نفسها تبقى فنانه. طب بالمناسبه يعني عاوز اقف حته صغيره. هي كانت معاكي زمان عشان انت كنت طفله ما تعرفيش الصح والغلط. طب هي معاكي دلوقتي ليه؟ والله صديقه. يعني بعض الناس يقولوا ايه، طب ما هي كبرت. طب ليه لسه مامتها معاها؟ ابدا. انا بحس ان انا يعني محتاجه لحد جنبي. يعني بتتونسي بيها؟ بتونس بيها، باخد رايها في بعض حاجات. هي ناقده يعني ممتازه، لها راي، يعني تقول لك ده كويس وده مش كويس وده يتعدل ازاي وكده يعني. نونيا اللي قلت لي عليها دي. دي اللي هو لبلبة يعني. اللي هي نونو اللي هو صغير. نونيا ممكن تيجي من كده. ممكن تيجي من نونيا. ده باللغه الارمنيه نونيا دي ولا ايه؟ هو ده بالتركي. تركي. الاسم ده. لكن انت ارمنيه. ماما تركيه، ويعني اقدر خليط. اكثر خليط تركي يعني. جزء تركي على جزء ارمني. أيوة. يعني. أيوة. لكن انت بتعرفي اللغه الارمنيه؟ لا الحقيقه انا ما بعرفش اكتب ولا اقرا ارمني. انا ما بعرفش، لكن انا
بقدر اتفاهم مع امه بلغه كده يعني بالسماع، واخده اللغه بالسماع يعني بالسماع، لان وانا طفله علموني كان تركيزي اكتر على اللغه العربيه وقواعد اللغه العربيه عشان اقدر اشتغل يعني. طيب نكمل مشوارنا. زي ما قلت لحضرتك ماما كانت غاويه قوي 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 تبقى فنانة، وما الظروف ما ساعدتهاش، فقالت بنت من بناتي لازم اخليها فنانة. اول طبعا ما ولدت ماما جابت الولد، ما فيش مواهب فنية خالص. بعدها جابت البنت قالت اهي دي بقى فيها مواهب فنية، ما ولا تموت بالفن بصلة. وبعدين جابت قالت كمان هتخلف كمان واحد، جابت الولد. وبعدين قالت خلاص بقى مش عايزة يأست يعني مش عايزة تخلف خلاص. وبعدين جيت انا بقى في غلطه كده اهو. فالغلطه طلعت صح، ما كانتش عايزاني. فالغلطه طلعت صح، ايه ما كانتش عايزاني وانا جيت في غلطه. لكن كنت من صغري يعني وانا عندي سنتين هي بتحكي بتقول ان اي مزيكا اسمعها اتحرك عليها. وانا طفله صغيره عندي 3 سنين وديتني فيلم وهي حطاني على حجرها وقعدت بتفرج، كان الفيلم دراما وفي عياط، فلقت حاجة سخنة نزلت على ايدها وكنت انا اللي بعيط متجوم. لا بقى معقول بقى الكلام ده كان لبلب؟ والله هي بتقولي يعني كان عندي 3-4 سنين حسيت بالفيلم وتجاوبتي وعيطت. انا طبعا مش فاكرة. او يمكن مثلا مامتك عيطت فانت عيطتي عشان عياط مامتك يعني. ابدا. لقيت ناس بيعيطوا ورحت معيطة الظاهر. والله اعلم. لكن هم لما اكتشفوني وقالوا دي هنعمل منها، كانت ايامها طبعا شيرل تيمبل طبعا في قمه مجدها، قمه وخلاص يعني كبرت حتى، وفيروز كانت اشتغلت وكبرت حتى يعني. كان بقى كانت فيروز انها كم سنه في الوقت؟ كانت هي فيروز ابتدت قبليه وهي اكبر مني طبعا. ابتدت قبليه بفتره يعني. انا غويت الفنان فيروز. كانت توقفت فيروز؟ كانت تقريبا توقفت، كانت تقريبا لان ابتدت تكبر والملامح طبعا جسمها تتغير. فطبعا قالوا ايه طب دي خلاص احنا هناخدها. بس اسمها نونيا. ده اسم يعني مش طفولة ابدا. نسميها ايه طبعا انا قاعدة ايه حاطة رجل على رجل وبتكلم وبهزر وبضحك. ست كبيرة. ولا همك. فنياز مصطفى قال ايه ده دي لبلبة. الاستاذ ابو السود اللي بيجي الله يرحمه اللي كاتب سيناريو الفيلم قال لي سميها لبلبة. وسموني لبلبة وظهرت في أول فيلم ليا وأنا طفلة عندي 6 سنين. اسم حبيبتي سوسو إخراج الأستاذ نادي مصطفى، وكنت في الفيلم اسمي لبلبة وفي الحقيقة لبلبة. وبقيت على طول لبلبة. بعد الفيلم ده بقى على طول اشتغلت بقى على المسرح حفلات، ابتديت أقلد، واللون ده كان مستحب جدا بالنسبة للجمهور، طفلة صغيرة بتقلد طبعا. ده كان ساعات عاصفة من التصفيق، انا كنت بخاف حقيقي. انت كنت بتلتقطي، اصل التقليد ده مش فن سهل، ده فن عاوز يعني افق وادراك، وواحد عنده زي الكاميرا بيلقط بيها، يلقط حاجة معينة. فانت ازاي كنت بتقلدي فايزة احمد وبتقلدي محمد عبد المطلب وبتقلدي مين؟ زمان عبد العزيز محمود وما خليتش حد. يعني انا من صغري لحد السن ده. وتقليد ساخر يعني، ازاي كنت بتعثري على حتة يعني تقليد كاريكاتير، يعني كاريكاتير مش مجرد تقليد. اشوفهم كتير يعني هي البصة. اروح مقلدة كده قدام ماما وانا صغيرة كده تقول لي ايه رأيك نعمل اسكتش. هل عندك حاسة نقدية صحية قوي؟ انا عندي قوة ملاحظة وما زلت لحد دلوقتي. يعني قوة الملاحظة هي دي اللي بتخليني اقدر اقلد الشخصية. اي شخصية مش حكاية فنانة. بحسها مثلا اشوفها ساعات ممكن اعاشر ناس اشوفهم كتير ما اشوفش فيهم حتة التقليد دي. ممكن لو ركزت وحطيتهم في دماغي اقلدهم. يعني هما نسيت اقول لحضرتك ان عملوا لي غنوة في الفيلم اسمها لبلب لبليب ولبلوبة سنة أولى ولكن لهلوبة، برضو كان تأليف الأستاذ أبو السعودية، وبرضو ينطبق عليك كنت في سنة أولى ولهلوبة برضو. وغنيت أنا الغنوة دي حتى أقول لك حتى منها. لبلب لبليب ولبلوبة سنة أولى ولكن لهلوبة، لبلب لبليب ولبلوبة
انا بنت حدقة وجنية معجونة بمية عفاريت، وانا لسه بوقوق يا عينيا رضعي وضعافر تنانين. كانت ماما تقول لي هو اقول لي انا ده منو نو نو لبلك لبليبو لبلوبة. الله دي لذيذة جدا على فكرة، دي اول غنوة غنيتها في حياتي، بس لطيفة قوي وفيها شقاوة. حطوني على كرسي والميكروفون فوق، مفيش ميكروفون صغير بالشكل ده، حطوني على كرسي وشالوني وغنيت انا الغنوة دي. حلوة خالص، فاكرة كمان حتة منها؟ لا الحقيقة هي يعني يدوب كده. فاكرة المطلع بس يعني؟ المطلع والكوبليه الاولاني. بقى لك كم سنة الحكاية دي؟ انا كان عندي 6 فترة يعني عايز تعرف يعني عندي كم سنة؟ علموا ان سيدي معروف، هم لو الناس حسبوا السنين مثلا شافوا لي فيلم وانا صغيرة في التلفزيون ممكن ويقولوا هنا كانت بتاع 8 سنين وكانت سنة مش عارفة ايه كذا. يبقى دي بقى عندها كذا. طب نسيبها بقى للمستمعين اللي شافوك عشان يحسبوها. لو سني والله معروف بس اذا تيجي تسألني انا انا حاسة ان انا عندي 16 سنة دلوقتي. يا بختك، بس ده يعني شعور اخضر جميل جدا. السر ايه؟ انا مش عارفه، زي ما انت عارفه ساعات انا احاول اعمل نفسي ست كبيره، بقول انا هقعد بقى كده بقى واتكلم كده مش معقول. وقوره ما فيش وحياتك ما تاخدش الحكايه 4 دقايق او 5 دقايق وترجعي تاني على طول. ارجع لحقيقتي، اتنطط انا في ساعات في الشارع بجري وعلى غفله احس بروحي انا ايه اللي بعمله ده، الاقي الناس عماله تبص لي، ايه اللي دي اللي عماله تجري، مش حاسه لسه بان انا كبرت. وده حاجه جميله جدا والله، ده شعور جميل جدا يعني. مصلهم كلهم بيعملوني كطفله، في البيت بيعملوني كطفله، الجمهور نفسه يعني ابص الاقي بنات اصغر مني سنه يقولي يا اختي انت يا سكر يا اختي علي الله بتدلعني وانا اكبر. فيعني جاي من هنا ده. بس ده نعمه من نعم الله ان الناس يبصوا للانسان باستمرار، على انه باستمرار صغير على يعني صغير. فده فعلا هو يقتنع وانت مقتنعه طبيعي يعني. انا صدقتهم انها صغيره. لا هو الحقيقه انت صغيره انما قلبك كبير، وفي الوقت نفسه يتهيألي انه ما عندكيش تجارب كثيره مريره يعني جايب فيه، لكن تجارب فنيه كثيره انما تجارب في الحياه يمكن قليله جدا. يعني انت انسانه واضح فيكي قدر كبير جدا من الطيبه يعني، ولأول وهلة الإنسان يستطيع أن يلمحها يعني، لكن في عينيك حب الحياة قوي يعني، وبعدين فيه شقاوة بريئة إن صح هذا التعبير يعني. طيب مدام لبلبة، إحنا كنا معاكي وأنت أطقوطة صغيرة خالص، صغيرة جدا على فكرة. بالمناسبة أطقوطة دي برضو تدي برضو إنها صغننة. مش في فنانة اسمها أطقوطة؟ افتكر كان زمان في فنانة اسمها أطقوطة واعتزلت. دي صعب كده. دي قريبتك؟ لا الحقيقة مش هتقول. امال مين الفنانة اللي قريبتك؟ الفنانة اللي قريبتي هي فيروز بنت خالي، ونيلي طبعا اختها بنت خالي برضه. بس ما فيش قرايب تانيين خالص في الفن غير دول. طيب الحقيقة عاوز اسألك سؤال، يعني فيروز تألقت جدا وهي صغيرة لفترة معينة وبعدين انطفاء. شيرلي تيمبل نفسها العظيمة جدا وهي صغيرة كانت معجزة، أول ما كبرت راحت. لكن يعني الحمد لله انت بدات صغيره وكنت متالقه ولا زلت متالقه وبيزداد تالقك فعلا، فممكن تفسر لنا الحكايه دي؟ هي طبعا صعب جدا، انا لسه كنت هقول لحضرتك الحكايه دي، ان الفنان يبتدي طفل والناس تحبه ويكبر والناس تحبه، بتحصل اختلاف مش عارفه يعني من يعني الحاجه الطبيعيه اللي احنا عارفينها، ان الصغير لما بيكبر ما بيبقاش ناجح. دي احنا متعودين عليها، دي القاعده. انما مش عارفه بالنسبه لي انا وبالنسبه لمدام فاتن حمامه، فاتن حمامه برضه كانت صغيره طفله ونجحت حتى وهي كبيره، ده صعب جدا يعني. بس بالنسبه لمدام فاتن هي بدات صغيره وبعدين حصل انقطاع طويل لغايه ما كبرت وبعدين بدات. انما ده ما حصلش انقطاع فعلا. هو لانه بعض الفنانين بيعتمدوا على انهم صغيرين، يعني الجمال فيهم انهم صغيرين وبيقدروا يعملوا الحاجات دي، فلما يكبروا ويعملوا الحاجات دي ما تبقاش حاجه. بيني وبينك طبعا ما اخبيش يعني عليك، لا ما تخبيش، انت خايفه. انا شخصيا كنت فاكره ان انا مجرد ما ابتدي اكبر وملامح جسمي تتغير او وش، انا كنت بقول الجمهور هينصرف عني. صدقني انا كده خايفه من الحكايه دي. لا كنت زي ما ابقى متاكده، لان كان في مثل قدامي فيروز
وكانوا بيحكوا على شيرلي جنبي، فانا كنت فاكره كده ان مجرد ما انا اكبر كنت بقول مش معقول الناس تفضل تضحك برضو وانا بقلد وانا كبيره. انما ابدا بصيت لقيت ابدا برضو الناس ده انا كبيره بالشكل ده دلوقتي، يعني قلت اغير بقى لوني واتجه للاغاني الخفيفه وبلاش بقى التقليد. بنتك برضو لحد دلوقتي الناس يزعقوا في الحفلات ويقولوا عايزين تقليد لدرجه بيصعبوا عليا بروح مقلدهم لان الجمهور بيحب اللون ده. هو الحقيقه يعني وانت بتقولي الجمهور قاعد يقول عاوزين تقليد، هو يظهر فيه طبع في البشر انه يحب يسخر من غيره، يعني سخريه موجوده في داخل الانسان، انا احب ان يسخر من الاخرين ويشوف مثلا حركات ليهم فبتبقى مجسمه او مبالغ فيها فيبتدي يضحك هو. يعني هم في ناس كتير بيقلدوا، في فنانين كتير بيقلدوا، لكن تقليدي انا ما فيهوش المبالغه. انت مشيتي بقى في الفن المونولوج، يعني بدات تقدمي المونولوج وخاصه التقليد. هو كانوا بيسموني مونولوجيست لان انا كنت بقلد، فاحتاروا يسموني ايه يعني مقلده. كل حاجاتك كانت تقليد؟ لا انا كنت بقدم الاغاني المرحه كده الصغيره، وبعدين كنت بقلد الجمهور يطلب مني التقليد وكنت بقلد. تفكرينا بالتقليد كده يا مدام لبلبه بفتره مجيده في حياتك؟ كانت من انجح الحاجات عندي تقليد للفنانه ماجده. كنت بقدمها وهي بتقدم برنامج الاطفال، كنت بقول هتقول ايه وهي بتقدم الاطفال. اتفضلي يا مدام ماجده. اطفالي الصغار مساء الخير. زمان كان في طفلة ماشية في السكة، شافت راجل عجوز. ايوه لا مش هضحك. شافت راجل عجوز قاعد على دكة. شوف دلوقتي انت بتضحك وانا بضحك مش عارفه اقلد، لكن ساعة لما بقول انا على المسرح بتضحكيش ابدا ابدا. دلوقتي انت قريب مني وبعدين بتضحك وشايفاك قدام عينيا بتضحك. غمضي وقول. هي كانت بتقول ايه؟ شافت راجل عجوز قاعد على دكه عطفت عليه بقاش من مصروفها، قدر يجعلها ويشكر معروفها. قالت له ما تقولش كده يا جدو، دي حاجة بسيطة قوي يا جدو، فلازم يا أطفال كلكم تعملوا زي الطفلة دي، ولو حد منكم زعل جدو ولا كتر بخاطر جدو هزعل منه خالص. الله اخس عليكم. يا ترى لما مدام ماجدة شافتك كنت بتقلديها قالت ايه؟ فرحت قوي، بسطت يعني. ده في حدوتة كده حصلت بين ماجدة والاستاذ جمال الليسي منتج الافلام، طلبها في فيلم، فقالت له انا لسه ما قريتش السيناريو، طلبها تاني ما خلصتيش يا ست. قالت له اصل بنتي مش عارفة ايه. قال لها اسمعي انت هتشتغلي الفيلم ولا ابعت اجيب لبلبة. فهي كانت الحقيقة لما تشوفني وتحس ان انا ريحتها شوية ما قلتهاش تعاتبني تقول انت ما بتقلدينيش ليه دلوقتي. انا خلاص. لكن عاوز اسألك يعني هل انت كنت بتعتمدي على نفسك كاملا في التقليد ولا حد من الفنانين متخصصين مثلا في حكاية زي دي بيساعدك؟ لا ابدا. بس موهبة غريبة جدا انك اشوف الحاجة ومش كتير مليت الالتقاط الغريبة هي المرة. دي حاجة مخيفة جدا يعني يكون قوة ملاحظة. لا يعني يعني بالنسبة مثلا الإنسانة اللي صحية قوي مخها صحي جدا إلى هذا الحد ما عرفش تعمل إيه في جوزها يعني ده ما يعرفش شمال ولا يمين ولا يجي كده ولا كده ولا يقدر يقول كدب قد كده. طب أقول لك حاجة. أنا كنت متجوزة الفنان حسن يوسف، وطبعا ده فنان كل الناس عارفينه، أكيد في حاجة تتقلد. أنا بقى طول فترة جوازي منه ما شفتش فيه ابدا التقليد ابدا. في ناس مش عارفه ما خدش بالي ان انا قلدته. يمكن انا عشان كنت شايفه فيه الصوره الحلوه ما كنتش بشوف فيه العيوب. يعني عشان شايفاه الزوج الزوج مش شايفاه ابدا
حقيقي كم مرة قلت يعني أنا قلبت الدنيا دي كلها. طب الراجل ده مش عارف قلبت بيني وبين نفسي، لكن بالذات ده الوحيد اللي أنا ما قلبتوش. مين كان في الفنانين اللي بتقلبيهم بياخد سكسي أكتر؟ كتير يعني محمد عبد المطلب يمكن. عبد المطلب لان كان في زياده عن اللزوم حقيقي في طربوش، وكنت بشيل المنديل من جيبي وامسح راسي. هو الحقيقه عبد المطلب هدف من اهداف الكاريكاتير. من يوم ما انا قلدته وبقعد على الكرسي ساب الكرسي وبقى يغني هو يعني هو هدف صيده للي بيقلده، يعني للي بيقلده لانه ليه اداء معين وسهل التقليد وليه حركات معينه. في شخصيات صعبه جدا اللي ما لهاش كاركتر واضح يعني. ايوه اللي دي تبقى صعبه يعني. طيب انت فضلتي في الاغاني الخفيفه، واحنا خدنا مثال من التقليد، عاوزين كده نسمعك في اغنيه خفيفه يعني من الاغاني اللي كنت بتقوليها في الفتره دي. الفتره بتاعه التقليد كنت بقول ايه قصدك ايه، ايه قصدك ايه، ايه قصدك ايه، ايه قصدك ايه، تترررر ايه قصدك ايه معايا وايه بس حكايتنا، ايه قصدك ايه معايا وايه بس حكايتنا، لا باباك يا رب بابايا ولا بيتكو جنب بيتنا، لا باباك يا رب بابايا ولا بيتكو جنب بيتنا، ايه قصدك ايه معايا، ايه 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 قصدك معايا ايه. دي حاجة كده، وانا كنت برضو اصغر من كده طبعا، كنت بقول اللون ده. طبعا بيساعدك انك بترقصي وانت بتقولي وبتعملي حركات على طول طبعا، ومتحركة جدا على المسرح وكده يعني، مش كده؟ دايما انا ما اقفش ثابتة ورا ميكروفون. في القلب من جوه وعلى الخاطر والبال، هو 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 الحب هو من القلب ما ينشال، هو 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 في القلب من جوه وعلى الخاطر والبال، هو 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 الحب هو من القلب ما ينشال، لو بانوا لي اسرع علي لو هادوني بكل غالي، لو بانوا لي اسرع علي لو هادوني بكل غالي، مستحيل من غير حبيبي تحلالي الليالي، هو 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 الحب هو من القلب ما ينشال، لو بانوا لي اسرع علي لو هادوني بكل غالي، لو بانوا لي اسرع علي لو هادوني بكل غالي، مستحيل من غير حبيبي تحلالي الليالي. عايزين يحرموني عايزين يبعدوني، وهو نور عيوني واحلى من الخيال، لو حتى شغلولي فستاني ملولي بالمال تقلوني انا مش عايزه المال، عايزين يحرموني عايزين يبعدوني، وهو نور عيوني واحلى من الخيال، لو حتى شغلولي فستاني ملولي بالمال تقلوني انا مش عايزه المال، اصل حبيبي هو مستحيل من غير حبيبي تحلالي الليالي، هو 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 في القلب من جوه وعلى الخاطر والبال، هو 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 الحب هو في القلب ما ينشال، لو بانوا لي اسرع علي لو هادوني بكل غالي، لو بانوا لي اسرع علي لو هادوني بكل غالي، مستحيل من غير حبيبي تحلالي الليالي. كم فيلم مدام جديد عملتي تقريبا؟ عملت وانا طفله حوالي 9 افلام وانا طفله، وبعدين اتوقفت خالص عن السينما فتره طويله، اتجوزت وعشت مع جوزي وبعدين حصل الطلاق ورجعت تاني للسينما. هو كان منعك انك تشتغل في السينما؟ هو ما كانش مستحب بالنسبه له السينما، لانه لما عرفني انا كنت يا دوب لسه جديد اكبر واتجوزني ما كنتش بشتغل في السينما، كان كل اتجاهي اكتر للتلفزيون والحفلات، فكان جديد عليه ان يتفتح باب من ابواب السينما بالنسبه لي، فده كان شيء مش مستحب بالنسبه لي.
يعني انا عاوز اسالك انه كان المفروض الطريق ممهد قدامك عشان تكوني نجمه استعراض، يعني بترقصي وبتغني وبتقدري تدخلي في تشكيلات راقصه، يعني عندك قدره على استيعاب الحركات الراقصه، مثلا لو في مجموعه راقصه او فرقه او كذا ممكن ترقصي معاها وانت بتغني. وهذا اللون بينقص الفيلم العربي، صحيح في بعض الناس وبعض المحاولات لكن لازال ما اقول، وهذا اللون من الافلام من احب انواع الافلام الى الجمهور، انه مريح ولطيف وفي راس وفي اغاني وفي قصه فودفيل ضحكه وكذا يعني. فمش عارف يعني هل انت واخده مكانك في الفيلم الاستعراضي دلوقتي؟ اه الحقيقه اصل انا كنت ناسي السينما دي خالص، حتى ما كنتش بفكر فيها. فلما ابتدوا بقى ياخدوني في الافلام وبعد ما كبرت يعني كده، وانا كده يعني بقالي يمكن دلوقتي 3 سنين ونص بس اتجاهي الاكتر للسينما. فعملت حوالي 18 فيلم في 3 سنين ونص. الاخرانيين الاخرانيين دول يعني عملت أبرزهم كتير إيه؟ منهم نزل ومنهم لسه ما نزلش. في مولد يا دنيا، في بص شوف سكر بتعمل ايه، في افلام كتير لسه عملتها، في 4 5 افلام لسه ما نزلتش اللون الاستعراضي، وفي منهم برضو انا مثلت بس ما غنيتش ولا رقصت. مولد يا دنيا وغنيتي فيه؟ مولد يا دنيا كان فيلم استعراضي. ايوه غنيتي فيه؟ وفي البنات والحب برضو، ده من الافلام برضو اللي الناس حبتها قوي. وفي سيقان في الوحل برضو كنت عاملة دور ظريف منه إنساني ومنه رأس وغنى. يعني في حاجات كتير عملتها. يعني أنا حاسة أن يعني خطواتي ثابتة وبحقق أمانية كفنانة يعني. طيب وكمغنية إيه اتجاهاتك بالنسبة للمستقبل؟ يعني أنا أشوف ما أقدرش أقول أنا في يوم من الأيام ممكن أكون مطربة. أنا الكلمة مطربة دي ما تلقليش، لأن أنا نفسي لما أسمع أي مزيكا لازم أتحرك. ما اقدرش اقف كده ورا ميكروفون زي المطربات اللي بيقولوا الحاجات الدسمه يعني. ساعات وانا سايقه عربيه اسمع مزيكا حلوه وانا ابقى نفسي ارقص وانا سايقه العربيه. من فضلك ما تعمليش. فيعني مش لوني ده. انا دلوقتي تركيزي على الاغنيه المرحه الاستعراضيه. بقدم ده. اللون ده. طيب شفتك انا بتأدي رقصات شرقيه، بتأدي رقصات غربيه. مين تفتكري الراقصة اللي كانت قدامك كنت صغيرة وكانت نموذج بالنسبة لي؟ هي يمكن نعيمة عاكف. وانا طفلة كنت بشوفها وكنت مبسوطة قوي منها، ان لون بترقص وبتغني وبتمثل، فقلت يعني كنت اتمنى اكون زيها. والحمد لله انا بقيت بقدم اللون اللي هو صعب جدا يعني، في اللي بيرقص بس، في اللي بيغني بس ما عرفش يمثل، انما تجمع بين الثلاثه دول هو ده اللي يعني قليل موجود منه، بس قليل. يعني واضح ان الرقص بيبقى مجهود. مجهود مجهود والغنى كمان مجهود. ازاي بتحتفظي بطبقات صوت مثلا؟ هو طبعا مش مطلوب من اللي بيأدي اللون بتاعنا ان يبقى مثلا صوته هو يعني كفايه ان يبقى مؤدي. وبعدين اللون بتاعنا يعني المفروض ان اللي يؤديه يبقى خفيف الحركه، يبقى دمه خفيف، الناس تتقبل، يعني يبقى في قبول بينه وبين الناس. دي اهم حاجه. حبي مش فاهمه من يوم شقيه
طيب قولي لي ايه رايك في 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 الراقصات الموجودين يعني والوانهم يعني؟ انت قلت لي على نعيمه عاكف. راس ايه اللي بيأدوا هنا؟ بيأدوا الراس الشرقي. اي يعني ايه رايي فيهم؟ نجوا فؤاد كويسه و لا مش عاوز ساكي. كويسه انا عاوز تقولي لي رايي يعني، مش مساله كويسه، ما احنا عارفين انها كويسه، انما عاوز اسمع منك رايي فيه في حاجه فنيه يعني. في حاجه فنيه او تقييم خاص يعني. هو طبعا انا نفسي يبقى في زينا يعني، زي اللي بيأدي اللون بتاعنا. يكون في 10 عشان يبقى الفن يزدهر. يعني قصدك دول كلهم رأس شرقي؟ شرقي بحت. رأس شرقي شرقي يعني. مش الرأس الخفيف مش الاستعراضي. في فريدة فهمي بتقدم الرأس يعني الاستعراضي. بتحاول دلوقتي نجوى فؤاد تقدم الرأس الاستعراضي. اصل الرأس الاستعراضي ده عايز دراسة يعني، مش مش اي حد يهز يعني هزتين كده يبقى ده. يعني عاوز زكي بتقدم الرأس القديم شرقي الشرقي زي ايام تحيكر الشرقي اللي مش متطور. نجوى بتحاول تتطور شوية. ناهد صبري كويسة قوي. بتقدم الرأس السريع، الريتم سريع. طيب انت بقى اتعلمت الرأس الغربي منين وازاي؟ انا درسته يعني وانا طفله. درست كله، الكاستانيات والكلاكيت والانواع الرقص كلها. كان وانا طفله كان في مدربين رقص. كلاكيت دي رقصه؟ كلاكيت. كان سنه ما انا طلعت وانا طفله كان الكلاكيت ده. امال احنا نشوفها في السينما كلاكيت نمره كده. انا عملتها في فيلم الاخراني. عملتها اللي هي الجزمه اللي فيها حديد. ولما الواحد يتنطط عليها الطرقة. ده الكلاكيت. هي دي اللي اسمها كلاكيت. انا عملتها في فيلم الاخراني، اخراج الاستاذ حسن الامام، اسمه القضيه المشهوره. والله ده رأس شيك قوي الكلاكيت ده. قوي قوي يعني، هو جميل جدا. عايز يعني رشاقه. رشاقه. وبعدين واحد بيعمل نغم باقدامه. وايقاعات موسيقيه حلوه بالظبط. نوتة برجليه بيعمل. زمان انا فاكر في من كذا سنه كان في جين كيلي. كان يقعد بالربع ساعه يعمل. أيوة. حاجات غريبه جدا. اندثر الفن ده حتى في اوروبا، مش ملوش وجود كتير يعني. انا بقى جددته وعملته في اخر فيلم ليا. وطلعت حلوه قوي. طيب والكاستانيات ده بتاع اسبانيا؟ اسبانيولي. وبعدين انا طبعا بعرف ارقص باليه على الصوابع. ايوه الكلاسيك. ده مساعدك طبعا. هو ده دي قواعد الرقص. اللي بتعرف ترقص باليه لازم يبقى فيها ليونه تساعدها على انها تقدم اي لون من الالوان. بيكون احساسك ايه وانت بترقصي شرقي، واحساسك ايه وانت بترقصي غربي؟ شرقي ده بلدنا احنا. وانا برقص شرقي بحس ان احنا حاجه بقدمها بذوقي على ذوقي. لا يعني أنا شرقي انا ما بعملوش خطوات. بتسيبي نفسك مرسله. بسيب نفسي مع المزيكا على ذوقي بقى. يعني بترتجلي. ايوه برتجل. انما الغربي لازم له خطوات مدروسه. يعني اذا افهم كده ان الشرق بيدي عمليه اندماج اكتر للفنان. هو طبعا مفيش شك. لان ده من بلدنا احنا. مفيش بنت عاديه في البيت مش فنانه ما تعرفش تقول الشرقي. يعني الرأس الشرقي هو التقسيم. الرأس الشرقي البلدي هو التقسيم. يعني زي الفنان ما بيعمل تقسيم من غير نوتة وبيبقى مندمج. أيوة فيها كده ممكن. يعني انا كنت يعني برقص الرأس الشرقي بخطوات. أيوة. لكن في يوم الخطوات ساعات ممكن تروح مني. ارقص احسن من الخطوات كمان. أيوة. طب انت بتحبي تتفرجي على رأس شرقي اكتر ولا على رأس غربي؟ لا اتفرج على رأس غربي. ليه؟ اتعلم منه حاجه. لكن الشرقي ممكن انا يعني اطلع عشان منه حاجات كتير. مين يعني اشهر راقصه غربيه بتحبيها؟ كان في زمان واحده اسمها ليزلي كارول. دي دلوقتي طبعا بطلت او ما نعرفش راحت فين. وانا طفله كنت بشوفها. دلوقتي بحب قوي الممثله اللي طلعت في كباريه. في فيلم كباريه. نسي اسمها دلوقتي. متذكرها دلوقتي. هايلة. بالنسبة للمسرح شفتك في تجربة لطيفة قوي ومليتي مكانك على المسرح بجدارة حقيقة يعني، اللي هي مسرحية شهرزاد. اسمها ايه؟ شهرزاد. والحقيقة ان شهرزاد تنطبق عليكي تماما يعني. لانه انت يعني بتروي كويس وبتقولي حدوتة حلوة وبتمثلي كويس جدا
والتمثيل كان عاوز ملابس مختلفة وأدوار مختلفة وكذا 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 وبترقصي، فاستوعبت العملية استيعاب كامل. ممكن تديني فكرة ليه أنت ما انتش عايشة مع المسرح قوي؟ عندي تقريبا أول مسرحية أسمع أنك انت عملتها. أنا دي كانت تالت تجربة بالنسبة لي. أنا عملت التجربة الأولانية كانت اسمها راجل ومليون ست، كان دوري دور عادي خالص. وعملت بعد كده قصة الحي الغربي، كانت متاخدة من حدوتة روميو وجولييت، برضو فيها استعراضات. دي نجحت، اخرج الاستاذ جلال الشرقاوي، وبعدها يمكن بثلاث سنين عملت شهرزاد. وانا ما ببصش، يعني انا مش عايزة اعمل كل سنة مسرحية او كل موسم مسرحية، عايزة يوم ما اعمل حاجة اعمل حاجة يعني حلوة، اقدم شيء جديد بالنسبة للجمهور، يعني يشوفني في حاجة ما تعودش يشوفني فيها قبل كده. فلما قدمت شهرزاد يعني كان مفاجأة بالنسبة للجمهور انهم يشوفوني في الدور ده، هو دور صعب وفي تغيير شخصيات، يعني كنت بقدم كذا شخصيه، يعني من شخصيه شهرزاد الى شخصيه بنت البلد. أيوة، أبطال القصص اللي انا كنت بحكيها، اللي بتحكيها، فبتبقى بنت بلد، وكنت عامله بنت بلد خطيره جدا. ازاي مع ان اولا يعني شكلك يدي على افرنجي و لا انا ادي بنت البلد حلوه قوي، واغلب او افلامي عاملاها بنت بلد. حاجه غريبه يعني، بيختاروا دور بنت البلد. بحبها حقيقي، بحبها. لا يعني شفتيها فين وشفت حركتها الصغيره وملامحها الدقيقه وتصرفاتها الداخليه ونفسيتها ازاي؟ يعني انا اقرب لي اكتر بنت البلد من البنت اللي في نوادي واللي بتتكلم بتعوج لسانها. انا احب البساطه والطبيعه. فبشوفها في بنت البلد، ما بشوفهاش ابدا في الست المتكلفه. وانا الحقيقه بحب قوي قوي البساطه في اي حد، فحسيتها في بنت البلد اكتر. يعني انا اغلب افلام اللي انا عملتها بنت بلد، منديل بقوية، وحتى عملت دور شحاته في فيلم اسمه مولد يا دنيا، وشحاته برضه شحاته محترفه. ايوه. بس غير الشحاته بتاعت شهرزاد. شحاته شهرزاد كانت عجوزه كركوبه قوي. عملت انا شحاته بقى محترفه، بتاجر عيل بنص فرنك يعني بقرش، وبتشحت عليه قرشين. خلي بالك انك بنت بلد يعني نص فرنك يبقى قرشين. فبتشحت بالعيل ده، وبعدين بتودي طبعا العيل لصاحبه الست اللي بتاجر. اسمحي لي كمان اقول لك انك كشحاته، كدور في دور شحاته، كنت شحاته ممتازه يعني خرافيه، وخصوصا لما عملت رجليكي بتعرج وبتاع. ما انا في الشغل ما يهمنيش ابدا نفسي. يعني ناس كتير كانت تشوفني بدور الشحاته ده تقول لي انت بتعوجي وشك وبتعوجي رجليكي، بتوحشي صورتك. طب انت ما بتتكسفيش؟ او انت ما كل ست يهمها انها تبقى حلوه؟ انا بقى ما يهمنيش. الحلاوه في الدور هنا ان كنت بطلع ست حلوه، وبعد كده بخش من الكالوس ده واخرج من الكالوس التاني ست كركوبه شكلها وحش. هنا كانت يعني الفن يبان، او مقدره الممثل تبان. لفت نظري كمان في الرواية دي، المسرحية الأخرانية دي شهرزاد، السرعة الفائقة في تغيير ملابسك، يعني من ملابس مثلا شحاتة إلى ملابس معرفش إيه، أميرة ولا برنسيس ولا كذا ولا كذا، وطقم من الملابس كبير عاوز يتغير، ما كانش بياخد ثواني، وما فيش حاجة فوق حاجة، يعني ما كنتش بلبس حاجة وبعدين فوقها أروح لابس حاجة تانية. كل حاجة بتتلبس لوحدها. أنا كنت متعودة على الحكاية دي يمكن من وأنا طفلة، كنت بقلد مرة عبد المطلب، مرة صباح، مرة كانت أمي تقف ورا الكواليس وتلبسني بسرعة. فحكاية يعني حكاية أغير بسرعة وأطلع دي خدت لها يعني تمرين، بس ميزة حلوة على المسرح. كان في اتنين بيلبسوني ورا الكواليس، ودول اتمرنوا زي ما أنا اتمرنت في التمثيل، وعملت بروفات، هما برضه عملوا بروفات. فكان صعب يعني إن بالظبط ألحق وأطلع في غمضة عين بالشخصية التانية بلبسها بصوتها بكل حاجة. مين ملحنينك؟ في الأستاذ منير مراد، في الأستاذ سيد مكاوي الله يرحمه، علي إسماعيل عمل لي برضه حاجات كتير، في محمد ضياء الدين برضه، في حلمي بكر. طب تختار لنا أغنية لملحن مين دلوقتي؟ للأستاذ منير مراد. أصل هو الحقيقة لوني، أستاذ اللون ده يعني لوني الحقيقة، متخصص فيه يعني. متخصص فيه.
يا حبيبي لا انا ما بحبش احب بلاش مغالطة دي كانت غلطة احب لوحدك لي انا حرمت احب يعني احنا واخدين اللون اللي مش الست اللي بتحب البنوتة لما تحب البنوتة لما تفتكري البنوتة لما تحب بيبقى حبها اقوى ولا الست لما تحب مش شرط يعني عندك جولييت كان عندها 14 سنة ولا 13 سنة ده سمعت كده يعني مش شرط السن يعني هو متهيألي انه البنت بيبقى حبها حب شديد الانفعال لأن يعني انا شخصيا حبيت وانا عندي 14 سنة اللي بيها اتجوزت فيعني متهيألي مش كله فيه وفيه
طب يعني جوازك كان على حبه كده واستمر فترة طويلة، مش عاوز اكلمك في مسائل شخصية، انما تفتكري هتكسفني بقى و... لا يعني هل جواز الفنانين بيبقى متعب؟ انتوا كنتوا يعني كنتم مثال لل... فعلا لا احنا كنا فعلا سعدة جدا، بس مش جواز الفنانين، هو بيحصل طلاق لكل الناس، لكن الفنان عشان في الصورة دايما والناس متتبعة أخباره، فبتتعرف ان فلان ده طلق فلان ده اتجوز. هو اصل الجواز عايز تضحية، والفن عايز تضحية، فانا حبي للفن قوي جدا، ما قدرتش يعني، انا وانا طفلة يعني يوم ما انا حسيت بنفسي ان انا عندي عينين وعندي رجلين بمشي وعندي بق بتكلم بيه، لقيت يعني حسيت ان انا فنانة، وفي تسقيف ناس حواليا وفي كاميرات بتصورني، يعني انا حسيت ان انا من يوم ما حسيت بروحي ان انا بني ادمة كنت فنانة، فكان صعب عليا ان اضحي بفني كتير يعني. تضحي شوية ضحيت شوية لكن مش كتير، كان صعب. وبعدين كل شيء نصيب يعني، هو حصل ان انا بعد ما حصل الطلاق احاول طبعا ان نرجع تاني مع بعض وكده، وكان موافق على ان اشتغل الفن وكله، لكن مش عارفه انا اتعودت في حياتي لما حاجه بتتكسر مش ممكن ترجع تاني، فعشان كده كنت اديت حياتي اكتر للفن، وحسيت ان الفن هيكون مخلص لي اكتر من يعني انا هخلص لفني، هيخلص لي تعبير كمان ان الفن يبقى مخلص لك، ده تعبير لطيف يعني، مش عارفه انا حاسه كده يعني، انا كل ما بدي مجهود في فني بحس انه يعني بيفضل لي بعمل خطوه كويسه. مش عارفه هل انت من الناس اللي يعني الفن بيبقى في حاله اندماج بالنسبه لهم، يعني علاقتك ايه بالجمهور وانت على المسرح؟ يا خبر حبايبي، هم اولا بيحسوا انهم مربيني، انا بنتهم، لان شافوني مثلا في سنه كذا قد كده، بعد في سنه كذا قد كده، ممكن تكون واحده ست حامل اتفرجت عليا وولدت ابنها وانا كبرت مع ابنها، يعني ابنها كبر وبرضه انا كنت موجوده، فحصلت ألفة غريبه بيني وبين الجمهور. ما بتخافيش المسرح اطلاقا؟ ده المسرح ده بيتي. يعني قبل ما ترفع الستار ما فيش ابدا اي شيء من الاضطراب ولا الخوف؟ دايما لما اقدم حاجه جديده لاول مره خوف، مش علشان انا خايفة من الجمهور، لا، خوف ان الجمهور ما يعجبوش ده اللي يعني انا هقدمه، خوف لون من احترام وتقدير العمل الفني وحب للجمهور. ان انا عايزة حريصة دايما، يعني ساعات كتير في وانا مثلا بالعربية ماشية او اكون في اي حتة ناس تقابلني، شفناك مثلا في الفيلم الفلاني، اقف، ايه رأيكم؟ كنت هايلة؟ لا يا جماعة قولولي ايه اللي ما عجبكوش، يعني انا احب اعرف ايه الغلط عشان اقدر اصلحه وابقى احسن واحسن واحسن. ادام المسرح مش بيحتاج مجهود خارق جامد جدا فظيع يعني. المسرح ده عايز تفرغ، ده اللي بيخليني انا ما يعني ارجع تاني لسؤالك اللي سألتهولي، ده اللي بيخليني ما اقبلش دايما مسرح كتير، لان ده عايز تفرغ، انا مش عايز جنبه سينما، مش عايز ابقى عندي اي نشاط تاني. لكن حبك الحقيقي المسرح ولا السينما؟ هو المسرح الحلو فيه، وده ميزة وده ميزة، ان النجاح في ثانيتها، الناس بتسقف وبتحس بمجهودك اللي انت عملته، يا سلام، ان الناس مبسوطة. الفيلم يعني ممكن يتعمل الفيلم ويفضل سنتين في العلب ويظهر بعد كده ما تعرفش يا نجح يا سقط، بيبقى فيه، لكن ده له طعم وده له طعم. يعني طعم السينما حلو برضو في ان في امكانيات ممكن ابهار تتعمل، والمسرح ده طعم تاني في الألفة وكده بيننا وبين الجمهور يعني. مدام لبيبة الحقيقة أشكرك جدا على السهرة اللطيفة اللي قدرناها معك، أنا متشكرة، وأرجو أن ما كناش أتعبناك يعني. لا بالعكس، ده أنا سعيدة قوي قوي باللقاء ده، ولسه تلاقيني عايز أتكلم كتير كتير بس وقت البرنامج ما يسمحش. طب ما قلتيش ليه؟ من يوم شقية وألعبني
أيها السادة، شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة. لكم مني أطيب المنى، طاهر أبو زيد.